لطالما كانت وجهة السائح الجزائري لدول الجوار، لكن في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا أصبح السائح يبحث عن البديل بالداخل، الأمر الذي أدى إلى انتعاش السياحة الصحراوية الداخلية. المزيد مع يوسف بن فاضل. مع انطلاق موسم السياحة الصحراوية في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، شهد المنتجع السياحي أجداغتور بولاية ورقلة إقبالا كبيرا من طرف السواح القادمين من مختلف ولايات الوطن من أجل الاكتشاف والتمتع بجمال الصحراء. صحيح أننا يعني بصراحة زرنا العديد من الدول، ولكن يبدو أن رب ضار نافع إن شئتم إن صح التعبير. الكوفيد هذا خلينا نكتشف فعلا جمال بلادنا، خلانا نكتشفوا الصحراء الجزائريه خاصه. انا يعني وجمع بزاف كما راكم تشوفوا نيغ جورني اللي خرجنا فيها. معناتها بالك ما كناش نستناو نص تاع هذا الجمال، الله يبارك. بصح ابخي المناظر لا بروميير شوز اللي اثرت فينا بزاف سي الاستقبال تاع لي جون تاع هاد لا ريجون، الله يبارك فريمون. ما يعني مازال ما لحقناش ندومونديو الحاجه le tourisme par rapport à ça la hiberg couvre hakda des endroits qui m'adoma qui sont magnifiques hna hna jina deja wergla wilaya nafouha deja فيها بزاف مناطق شابه خلابه هاي باب الصحراء ثم اللي يحب يشوف الصحراء يبدا بورقلا. الوكالات السياحية غيرت من سياستها وبدأت تبحث للسائح عن بديل بالداخل لتعويض ما يمكن تعويضه من خسائره التي ألحقت بهم بسبب كورونا. أنا في الموقع الممتاز هذا اللي هو قرية سياحية إجداغتور بورقلا، بعد أكثر من 8 شهر من توقف عن العمل، كنا إن شاء الله والحمد لله كنا سباقين في المجال لإعادة إحياء السياحة الداخلية في الجزائر. ديستيناسيون أحسن وجهة عندنا هنا في الصحراء، واليوم كانت مناسبة اللي جاونا الوكالة السياحية سفاري، جاو من الجزائر. يعني لاحظنا يعني الارتياح التام، الناس يعني انبهرت. الترويج للسياحة الصحراوية الداخلية في ظل جائحة كورونا بديل لا بد منه، تماشيا مع الأوضاع الصحية الراهنة التي فرضها كوفيد 19.